هنا القاهرة عاصمة الخبر، وهذه جولتنا من المشرق العربي. نسلط فيها الضوء على زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى ألمانيا وما يترتب على تلك الزيارة. نتابع فيها الوضع في فلسطين وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة حول حل الدولتين. أما في سحر المشرق فسنتابع التلون الفني في صناعة العباءة النجفية. أهلا بكم. البداية من العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن زيارته إلى ألمانيا تتضمن خطة عمل مشتركة بين البلدين ومذكرات تفاهم ستنفذ فورا. تصريحات السوداني جاءت قبيل مغادرته العاصمة بغداد متوجها إلى ألمانيا في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع. طبعا هذه الزيارة ليست للمجاملة أو بروتوكولية، وإنما زيارة أعد لها طيلة أسابيع من خلال لجان مختصة من بين الجانبين، وهي اختلافها عن الزيارات السابقة لرؤساء الوزراء السابقين أنها تتضمن خارطة طريق أو خطة عمل مشتركة بين العراق وألمانيا، تتضمن مذكرات تفاهم سوف تنفذ فورا بحكم التخصيصات المالية المرصودة والاتفاقات التي حصلت بشكل مبدئي، وسوف يتم استكمالها بعد أو أثناء الزيارة إن شاء الله. رئيس الوزراء العراقي أعلن كذلك أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات خاصة بإنشاء محطات كهرباء في بلاده. أكد السوداني أن الاتفاقيات بمثابة خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنز في مختلف المجالات. الزيارة راح تتضمن بنود مهمة تتعلق بالكهرباء. سوف يتم توقيع مذكرة فيها فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بهذا القطاع مع شركة سيمنز في مختلف المجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، ومثل ما ذكرت وضعنا التخصيصات المالية لها. مذكرات التفاهم التي وقعت سابقا في الحكومات السابقة للأسف أغلبها لم ينفذ بحكم عدم وجود أو تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذها، وبقيت أغلبها حبر على ورق. مذكرة التفاهم هذه المسودة المعروضة أمامنا والتي سيتم توقيعها في برلين مع الجهات المعنية أمننا التخصيصات المالية وسوف تنفذ فورا بعد التوقيع. ويواجه العراق أزمة اقتصادية كغيره من دول العالم بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية. أشار خبراء إلى أن اعتماد العراق على تصدير النفط فقط يجعله يتأثر بأبسط المتغيرات الاقتصادية التي تنعكس على مستوى المعيشة بالبلاد. تتوالى الأزمات الاقتصادية في العراق بتواليها في العالم، وآخرها أزمة ارتفاع الدولار مقابل الدينار والتي امتدت إلى العام الجديد. لا بوادر حقيقية تلوح في الأفق لحل هذه الأزمة، والأسعار في السوق العراقية تغلي بسبب ارتفاعها. مصادر الاقتصاد العراقي محدودة، يعتمد بالدرجة الأولى على تصدير النفط. هذا الاقتصاد الراعي يتأثر بأبسط المتغيرات الإقليمية مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين،
وسط غياب الحلول الرئيسية لتعدد مصادر الدخل للخزينة العامة. الواقع الاقتصادي واقع مرير يشهده نتيجة التخبط السياسي من جهة، ونتيجة عدم وجود عقلية استراتيجية سياسية تدير الملف الاقتصادي. كان بالإمكان أن يكون العراق بلد لديه بدائل أخرى، بل أقوى حتى من النفط. لدينا زراعة بأرض خصبة بنهرين عظيمين، ولدينا بحدود 50,000 معمل معطل وليس بعاطل. حينما تنخفض أسعار النفط تواجه الدولة العراقية أزمات، منها مالية ومن اقتصادية، مما يكون هناك مشاكل على المستوى حتى الاجتماعي والأسري. يتوجب على القوى السياسية العراقية أن تعتمد على الزراعة، لأن العراق هو معروف تاريخيا بلد زراعي. الصناعة المحلية انعدمت بعد غلق أغلب المصانع العراقية الكبيرة والاعتماد على المستورد. هذه العوامل تسبب في غياب الصناعة المحلية التي تعتبر رافدا مهما للموازنة العامة، وكذلك زيادة نسبة البطالة. الآن نعتمد على الاستيراد، والاستيراد هو حقيقة متعب لأنه بضريبة وبتفاصيل هواية حوالات وكذا، لكن احنا نأمل بالحكومات القادمة إن شاء الله تنظر بهذا الموضوع وتحاول أنه تعيد المصانع مرة أخرى. مساتنا احنا قوية حيل حقيقة، وانت تقولين ما نطالب، يا المن نحكي لعد، احنا المن نشكو همنا مثلا، اشكي همي اليش بيدك حل، اعوف الناس اذا بيدك حل، حقيقة والله ما بيدك حل، هو الحل بيدهم هم. بالنسبة لنا ما عندنا زراعة، الحكومة مالتنا ما تدعم القطاع الزراعي عندنا، ماكو نظام، ماكو شغل، ماكو متابعة، الدولار صعد، هو هاي اقتصاد البلد، هو العد شنو اقتصاد البلد، منين يجي؟ أنا وأنت والحكومة نقوم اقتصاد بلدنا. المحاولات الحكومية مستمرة لخلق بيئة استثمارية للشركات العالمية الكبرى لغرض إنعاش الاقتصاد العراقي، خطوة لم تنجز حتى الآن بسبب التحديات الأمنية الداخلية التي تقف عائقا أمام النمو الاقتصادي. من بغداد، هبة التميمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. مرحبا بك هبة. زيارة السودان إلى ألمانيا، دلالة التوقيت والنتائج المرجوة من هذه الزيارة، وخاصة أنه في التقرير السابق كان هنالك حديث عن أن الحكومة تحاول إحداث أنواع من الخروقات في المشهد الاقتصادي الصعب وبالظروف المعيشية والحياتية للمواطنين. طبعا تحية طيبة. مثل ما تعرفين العراق في حكومته الجديدة يحتاج إلى يعني شركات استثمار تكون جديرة في العراق، وأيضا يعني الإعمار والبنى التحتية، وحيث أن وصل أمس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى ألمانيا، والوفد العراقي الذي كان معه الذي يضم وزراء خارجية وصناعة وحتى هجرة ورجال أعمال ومستشارين لديهم مشاريع منجزة ومجموعة من المستشارين يكونوا هناك. فور وصولية سيتم توقيع على مذكرة، هذه المذكرة تفاهم بين القطاع الكهرباء ومع ألمانيا، وستكون هناك أيضا جانب مبادرات، هذه المبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني وحتى التعليمي. وفي تصريح صحفي قال رئيس محمد شيع السوداني تعتبر الخبرة الألمانية ونكتسب الخبرة الألمانية اللي لديها فوائد كبيرة لنا في دعم هذه هيئة النزاهة ودعم تطوير الإجراءات والاستراتيجيات وحتى السياسات لمكافحة الفساد. والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني اليوم الجمعة رئيس مجلس ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارته مثل ما قلت الرسمية إلى ألمانيا، وهو يعني الذي كانت أمس. وقال أنه سنقترح على الحكومة الألمانية أنه تشكيل هذه اللجنة، لجنة ستكون مشاركة لتمهيد الطريق للعودة، العودة طوعية للعراقي، وكذلك أنه يعني ستكون شركة، هذه شركة سيمز التي تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال يعني 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد. وقال خلال مقابلة صحفية في مجلة بيرد قبل أن يأتي إلى ألمانيا، قال إنها يعني سنزور ألمانيا وسنكون يعني هذه زيارة لتلبية دعوة المستشار الألماني، وستكون هنالك سياقة علاقات ثنائية بين ألمانيا وبين العراق، وفضلا أن تعزيز الآفاق التعاون. نعم، وسيكون هنالك شريكا سنكون شريكا لألمانيا في مجال الغاز، وستكون هنالك قدرات
يعني عراقية وخطط مستمرة لزيادة إنتاج النفط والاستثمار في الغاز وكذلك تلبية الظروف التي تعاني منها السوق العالمية في ظل هذا الارتفاع في جميع السلع الغذائية وارتفاع الأسعار الموجودة في العالم. وأيضا وجه وقال وجود أكثر من مبادرة وفكرة سنناقشها اليوم وستكون أيضا هناك مثل ما قلت استثمارات وهذه الاستثمارات هبة وهذه الوحدة ستكون من القضايا ذات أولوية. نعم هبة بكل ما طرحتيه وهو مروحة يعني واسعة جدا، تم الحديث عن أنه هذه الزيارة تم التحضير لها قبل أسابيع، تم الإعلان عنها، واليوم نتحدث كما أشار رئيس الحكومة السوداني أن هنالك توفير لمخصصات مالية لازمة لاتفاقية قطاع الكهرباء مع سيمنز وأيضا فيما يتعلق بموضوع الغاز. هذه المخصصات المالية أو التخصيصات المالية كيف ستسهم في أن تكون محط تنفيذ مباشر هذه الاتفاقيات، وكيف ستسهم في إزالة العقبات التي كانت دائما موجودة في مثل هذه الزيارات أو هذه التفاهمات أو الاتفاقيات؟ صراحة زميلتي لا توجد أي عقبات، وخصوصا في حكومة محمد شياع السوداني الذي يعني ستوجه هذه الحكومة وهي حكومة جديدة، هي ستكون نحو المزيد من المشاركة والمزيد من التعاون بين البلدان، وخصوصا في يعني وخصوصا التقاءه الأخير في رئيس الجمهورية الألمانية. نعم. يعني الذي يضع ثقته بالشركات الألمانية الذي قال والذي تتميز هذه الخبرة وكفاءة عالية بين العلاقة الجيدة والعلاقة بين الشركات، وأيضا تسعى الحكومة العراقية وخصوصا حكومة محمد شاع السوداني إلى تشخيص هذه التحديات إلى تواجه إلى عملية استثمار في العراق ووضعها في اتجاه صحيح ينسجم مع المعايير العالمية. وهذه الحكومة أيضا تعمل على تبديل العقبات أمام عمل الشراكات في العراق وتقديم التسهيلات اللازمة. نعم. هبة لضيق الوقت وبعيدا عن زيارة السوداني، هل من معلومات لديك حول انفجار بحقل لإنتاج الغاز شمالي العراق؟ لحد هذه اللحظة المعلومات نفس ما هي، لا توجد أي أضرار. وهنالك أيضا يعني كان هذا الصاروخ صاروخ كاتيوشا الذي ألقى في هذا معمل الغاز في الشمالي العراق، ولا توجد مثل ما قلت أي أضرار. نعم. يعني أضرار بشرية، مجرد أضرار مادية فقط. وطبعا يعني هذه أعمدة الدخان على أروقة يعني المقتربات المجمع الغاز. نعم. وهذا الغاز الذي يستخدم في التدفئة في إقليم كردستان ويعتمد عليه جميع يعني الموجودين هنالك في إقليم كردستان. نعم. هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. إلى الأردن، حيث أشار رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية الخاصة بمشروع المدينة الجديدة يحتاج لعامين. أوضح الخصاونة أن الحكومة الأردنية خصصت النفقات اللازمة لذلك على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية لها في عام 2025، من المتوقع استكمالها في عام 2030. أضاف الخصاونة خلال الاجتماع مع ملك الأردن عبد الله الثاني أنه سيتم تخصيص مبلغ 623 مليون دولار أمريكي من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية لمشروع المدينة الجديدة بمعدل 70 مليون دولار سنويا. ونتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سيادة القانون هو جوهر تحقيق السلام العادل والشامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين. في كلمته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت تحت عنوان تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين، أدان غوتيريش أعمال القتل غير المشروعة والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين.
إننا ندين جميع أعمال القتل غير المشروع وأعمال المتطرفين، ولا يوجد مبرر للإرهاب. التوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل وكذلك هدم المنازل وإخلاؤها تثير الغضب واليأس، كما أنني قلق للغاية من المبادرات الأحادية التي رأيناها في الأيام الأخيرة. طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية بالاعتراف بدولة فلسطين والضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام الاتفاقيات. خلال استقباله وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني لورد طارق أحمد في رام الله، قال شتية إن هذه اللحظة المناسبة لأن تعترف بريطانيا في ظل الفراغ السياسي والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شتية أن هناك فراغا سياسيا وحكومة إسرائيلية جديدة تحمل برنامج التطرف، ونشهد المزيد من تصعيد للأوضاع حيث استشهد 8 منذ بداية العام في أقل من أسبوعين. والاقتحامات للمسجد الأقصى التي ستنقل الصراع من أسوار القدس إلى داخل الحرم، بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. بعد التحية دكتور مصطفى، إشارة إلى موضوع المشهد العام لدى الإسرائيليين اليوم بفراغ سياسي وبحكومة متطرفة، كيف يمكن أن يستغل بداية الفلسطينيون هذا الأمر؟ واسمح لي قبل أن أسمع الإجابة، ما الذي يعني أن يكون هنالك فراغ اليوم في داخل الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومة المتطرفة، بماذا تختلف؟ أولا، هذه الحكومة ليست الحكومة العنصرية الأولى في إسرائيل، فهي حكوماتها عنصرية منذ عام 48. ولكن هذه الحكومة بالإضافة إلى أنها عنصرية ومتطرفة هي حكومة فاشية، بمعنى أنها تضم فاشيين يوصفون بأنهم نازيون جدد حتى من قبل قادة إسرائيليين مثل بن غفير وسموتريتش، اللذان انحدرا من حركة كاخ كهانة الفاشية التي سبق أن صنفت حتى في إسرائيل والولايات المتحدة كحركة إرهابية. وبالتالي ما نراه اليوم هو أمر في غاية الخطورة. هذه حكومة تعلن صراحة وبوضوح أنها تنوي ضم الضفة الغربية، تنوي تغيير الواقع في المسجد الأقصى وجعله مكانا لصلاة اليهود، وتنوي توسيع التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق، وتعلن أن أرض فلسطين التاريخية بكاملها التي تسميها أرض إسرائيل هي حكر لليهود فقط. أنا برأيي أن هذا الانكشاف العنصري الكامل للحكومة الإسرائيلية يفتح فرصة لا تعوض للفلسطينيين كي يقوموا بالمطالبة بعزل ومحاصرة هذه الحكومة وكي يوحدوا صفوفهم في مواجهتها. ما الذي يمتلكه الفلسطينيون من أوراق في هذا الحراك الذي تشير إليه اليوم للاستفادة منه وفي الضغط على الكثير من الدول والحكومات وخاصة في المناحي الأممية دكتور مصطفى؟ نحن نملك عدالة قضيتنا، وثانيا القانون الدولي إلى جانبنا، وثالثا إذا استطعنا أن نوحد صفوفنا وننهي الانقسام سنضاعف قوتنا مرات عديدة. وأضيف إلى ذلك أن هناك حركة شعبية عالمية واسعة تطالب بإسقاط نظام الأبرتايد الإسرائيلي وبمحاصرة ومقاطعة النظام العنصري الذي نراه الآن على أرض الواقع في إسرائيل. بالتالي هناك، نعم، هناك مقومات كثيرة، لكن كل شيء يبدأ بتوحيد الصف الفلسطيني والتوافق على برنامج وطني كفاحي مقاوم. أما السلطة الفلسطينية فأعتقد أنه بعد كل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة العقابية بما في ذلك قرصنة أموالنا، أموال الضرائب الفلسطينية، آن الأوان أن تعلن السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني بالكامل مع الجانب الإسرائيلي. طيب، يعني من وجهة نظر دكتور مصطفى، أريد أن أختم مع حضرتك سريعا، كيف ترى اليوم هذا الصف الفلسطيني صعوبة توحيده من يعني إمكانية توحيده في هذه الظروف؟ الظروف الموضوعية ومطلب الشعب واضح كالشمس، يجب أن نحقق الوحدة بسرعة. هناك عقبات، هناك استمرار في الصراع على سلطة مع أنها كلها تحت الاحتلال، ولكن أنا أعتقد أن الأرضية الموضوعية للوحدة هي اليوم أفضل من أي وقت مضى، وفي النهاية الأمر يعتمد على الإخوة في حركتي فتح وحماس. شكرا للدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية على هذه المشاركة معنا.
نتحول وإياكم إلى سحر المشرق، حيث سنتعرف أكثر على صناعة العباءات العربية الرجالية في مدينة النجف العراقية التي تعد إحدى أبرز الحرف التي اشتهرت بها المدينة عبر التاريخ. العباءة النجفية تعد صناعة العباءة العربية الرجالية في مدينة النجف واحدة من أبرز الحرف التي اشتهرت بها المدينة عبر التاريخ، وذلك لأن العباءة تتميز بخصوصيتها الفريدة في العالم العربي. فالعباءة النجفية تتطلب حرفة فنية، حيث تستخدم في صناعة العباءة الخيوط الرقيقة من النايلون أو الإبرسم، وهو من أفضل أنواع الحرير، والذي تطرز العباءة بخيوط من نفس ألوانها، وهذا النوع هو ما يفضله أبناء وسط وجنوب العراق، فيما تطرز العباءة التي يرتديها الرجال في بادية العراق الغربية بخيوط الفضة المطلية بلون الذهب، والذي يسمى الكلبدون، وكذلك دول الخليج العربي، فالإقبال على العباءة النجفية كبير سواء في العراق أو خارجه. وما أن يصل الزائر إلى مدينة النجف العراقية ويذهب إلى السوق الكبيرة حتى يستوقفه منظر خياطي العباءة النجفية في سوق العبيجية. ويعد وبر الإبل هو المادة الأولية الرئيسية لصناعة العباءة الشتوية، فيما يعد غزل صوف الأغنام المادة الرئيسية لصناعة العباءة الرجالية الصيفية التي تسمى الخاجية أو البشت. ولكن تبقى العباءة المغزولة أو المصنوعة من خيوط الغزل هي الأفضل والأجود، ويفضلها كبار السن ويعدونها تراثاً يتجدد عاماً بعد عام. وقد حظيت العباءة العربية بمكانة كبيرة لدى أبناء العراق، وبقيت رمزاً للرجال الذين يشعرون بأن أناقتهم لا تكتمل إلا بالعباءة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا من المشرق العربي. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، وأيضا متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب متابعتكم. هنا القاهرة عاصمة الخبر.